معي من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. بهاء، مساء الخير. تطورات ممكن أن نعرفها منك، خاصة مع العاجل الذي ورد الآن بأنه حافلات أهالي البلدات الأربع استأنفت طريقها، تستأنف الآن طريقها بعد التفجير وفق المرصد. اهلا بك سيده ميسون. لا، حتى اللحظه لم يتم استئناف العمليه، ولكن ربما خلال ساعه او ساعتين، وربما تعرقل الاتفاقيه من جديد كما عرقلت في الساعات الماضيه، وادى ذلك لوقوف الباصات نحو 20 ساعه في الخطوط الاخيره من كل طرف بالنسبه للنظام او بالنسبه للثوار. حافلات كفريه والفوعه بقيت منذ منتصف الليل حتى اللحظه، منذ 20 ساعه الى الان، وايضا حافلات زبداني ومضيع نفس الامر منذ 20 ساعه، وهم في عقده الراموسه في الخط الأخير لقوات النظام بالنسبة لمناطق التي تقع في بالنسبة لخطوط التماس بينهم وبين الثوار. بالنسبة للمجزرة الفظيعة التي ارتكبت اليوم في عقدة الراشدين، والتي تقع فيها باصات كفية والفوعة، وأيضا فيها فصائل الثوار التي تؤمن الباصات، وأيضا للمنظمات الإسعافية والإنسانية، حيث حدث هناك انفجار ضخم جدا في تلك المنطقة. هناك أحد الشهود قال بأن دخلت 3 سيارات من طرف النظام تحمل مواد غازية وطبية لباصات كفرية الفوعة، كون الباصات تأخرت في التحرك، وإحدى السيارات كانت تحمل متفجرات وانفجرت في القسم الذي يقع فيه الثوار، وحدث هذا لوقوع 70 شهيد تقريبا من فصائل الثوار و40 قتيل من باصات كفرية الفوعة حتى الآن، وهي حصيلة ربما تكون دقيقة حتى هذه اللحظة، ولا ندري ازدادت أو لا، ولكن أعداد كبيرة من القتلى في تلك المنطقة من الطرفين، والأضرار التي وقعت في السيارات الإسعافية وأيضا في المنظمات أكثر بكثير من الباصات. الشظايا الانفجار التي حدث وصلت للباصات وقتلت من فيه من عائلات أو من ويقال المسطحين. بأنه الحصيلة طبعا مرشحة للارتفاع بسبب طبعا حالات الجرحى. شكرا لك من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي.